صباح الخير، صباح النور، زيت بدرية، كاهو بنحط منه. يلا راني حطي لي، حطي الزيت الحين والماسكات والأشياء. مفروض أطلع المرور أعطيني مسكفي عايشة، بس ما طلعت لأن جتني دود نصيرة من الصبح على راسي. انزين وقعدنا نسولف، فالحين يلا لا تراني حطي. الله، اول مرة شي اقوم وانام، ما ادري شنو في اليوم، شنو فيه. نوم نوم. الخدمات يضحكون. شوفوا امس الشامخ دازيلي ذبيحة، كثر الله خيرهم بشويخ، فذبيحة فيها راس طلعت يحبني. فأقول لكم يا جماعة الخير، ترى عرضنا شوية راح نأجله، المفروض يوم الخميس عرضنا، بس في نيوتن وفي عرض الساحر لا يطوفكم، عرض الساحر ونيوتن بعد، فراح تصير دربكة ولبلبة. فقررنا أنا وأستاذ محمد العجيمي ونصور وحمود وكلنا المؤلف وهذا أن نأخر عرضنا شوي عشان لا تصير لوية. البروفات وايد حلوة، وايد حبيتها. اليمعة سعيد الملا في القمة دايما معاي، حبيبي أخوي وصديقي سعيد، ف وايد مستانسة أنا معاهم. الحين حطينا زيت بدرية، وبعد شوي بوريكم شنو الماسك اللي راح أختاره اليوم حق وجهي. في شغلة بقول لكم إياها. هلا هلا لجمي إيراني، شوفي السنة هذه دائما تابعوا فيفي عبدو. فيفي عبدو وايد أحبها، وايد وايد تعطيني طاقة إيجابية مو طبيعية. الله يحفظها ويخليها حق عيالها. فيفي عبدو واحدة بعمرها تبارك الرحمن، ما شاء الله بهالطاقة وهالحيوية. ربنا يديك الصحة يا ستنا، ربنا يخليك يا خمسة مواه. دايما تعطين الناس طاقة إيجابية، وبرافو عليك واستمري يا فيفي عبدو. يعني وايد أحبك وايد أحب أتابعك. بصراحة إنسانة بسيطة، مع أنك يعني ما شاء الله هم أنت تعتبرين من دور اللي يملكون وعندهم، لكن بساطتك، خفة دمك طاغية على كل شيء. I love you I love you I love you فيفي من الكويت، لؤلؤة الخليج، وردة الخليج، ابتسامة الخليج، دار بابا صباح. والمفروض موعدي مع عنادل يوم الخميس في صالونها، بس أجلنا العرض انزين للضغط اللي صاير على المسرح. لكن هم يوم الخميس بروح حق عنادل وشوف شنو اللوكات اللي عندهم، لان عهود العنزي احبها. هم احب ايجابياتها مع البنات اللي سوتها هي الفترة هذه، ظهورها اسمها مو شوية. هذا يعتمد على ذكاء البنت، على شطارة البنت، على اصرار البنت ان هي تصير وصارت. فهذا دائما اللي انا اقول حق البنات، خليكم قويات، خليكم عندكم ارادة، عزمي على شيء راح تسوينه. مو معناته اذا انت اول مره تخسرين شيء ما تستمرين، لا، عزمي. نهى نبيل حبيبه قلبي مشكوره، لان فعلا قلت لها بيش تنشرين سنابي، لان عندنا السنابات بهي، فما قصرت بعد قلبي. واللي يقدر ينشر سنابي ينشره، لان صاير تحديث ومضيعه وايد ناس. ما اعرف يا جماعة، دشوا علي قولوا لي هيا ترى احنا كاننا، انا حتى بابا سليمان بعد قلبي عنده عزة وانا ما ادري انه عنده عزة، وفلانة مريضة والله ما ادري، وفلانة رايحة ما ادري ما ادري. فاتمنى من الجميع يواصلني على سنابي، على واتسابي. ما رديت دقوا علي قولوا هيون شلون الشخبار، اشترى فلانة كذي فلانة كذي. مخي وايد امور مشغول، وخصوصا اللي تتزوج كبيرة وتيبيها هال شوي على كبر.
مسؤولية. صباح النور، صباح السعادة، صباح الهنا والسرور. يا رب يا رب تحفظها لي. لبي 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 لبي. وهذه الكبسة البرية خلصت اللي بالبيت. طبعا هذه هي الأمبولات. زين، فيها بوز مثل هالطريقة هذه. شو نسوي؟ نفرق الشعر ونمشي نمشي نمشي بين الأطراف. طبعا الماسك روعة روعة اللي أنا حطيته، وحطيت لكم كل شيء عنه. فأخذوا الماسك، وايد حلو، كافينا من البحر الميت. أي شيء من البحر الميت علاج للبشرة ممتاز، صدفية ما صدفية، حب الشباب. طبعا الماسك لو إنك تشيلينه لقيتي حبة بسيطة، شيء بسيط، معناته قاعد يعالج البشرة في كان مكان متحسس أو شغلة، بس طاع ويه عقب الماسك. طبعا الحين اخلص امبولات كريستاز بهالطريقه هذه. طبعا لاني قاعده اصور هني، لما انا حطيت بهالمنطقه لازم ارفع هذه المنطقه كذي بمشط وامشي على الامبولات بهالطريقه هذه. لازم يكون معي مشط.